هي هذيك هي. مروان اي بو على بيك سامي شنو اهلا بيك مروان. اهلا مروان اسمعني مروان حتى انت مبلبزها يا ياسر. لا مش بكوتي هذا عاد سامي صباحا مساء ويوم الاحد. الحقيقة أنا شخصيا نعرفه سامي مليح وقعدت معاه وعنده كستيل لك تفدليك في نطاق الاحترام. الحقيقة أنا ممكن اللوم شوية سلام أنا ما في باليش بها نحكي لك حكاية. أنا اليوم أمي حكيت لي عليها معناتها باش يوريك فما عائلات نسيت تتفرج هذا اللي لازم نفهمه. أنا أمي بار إكزومبل تبع البرامج تاع الكورة فما عائلات سمح لي تتحط في التلفزة حتى ما يتبع عليكش تلقاه حتى معناتها الشان هذه باش يتفرجوا فيها بالفيسبوك توا كل شيء يوصل ما يتعدى شيء وبار حتى ذاك فما عائلات يعني قلت لك فما نسيت تتفرج اليوم نوس يقول لك اقل حاجه ما يعرفوش سامي العكريمي ولا بروف زاد عبد المجيد قوبنتيني اللي فيه. انا راه اللي خذيت اكثر الحقيقه انا راه خذيت اكثر عبد المجيد قوبنتيني مثلا علاش تضحك لا بالعكس انا حتى كي تفرجت مروان مارس دور النيابة العمومية لا توريك لا اسمع قالوا قوبنتيني معاه بيان سور توا هي كي صارت علاش توا نمشيو توا اليوم سامي مثلا كيما قال يا سامي اكسر لكت هاو اقسم لك الاتهام مع القوبة توا الفيديو الناس الكل شاهدناه سلام الحقيقة حاجة هذيا راه انا ما تضحكش خاطر هذيا بالحق كيما قلت لك فما نسيت تتفرج. انا اليوم سامي كي خرج وتكلم معناتها قال معناتها نعتذر واللي هو كيما قال قصدي ميسيرش حتى اليوم غلط وانا مانيش غلط اليوم خرج وواجه. اما اليوم اللوم على معناتها لاعب كيما نقولوا لاعب كبير كيما يحكي هو معناتها قال لك عبد المجيد قوبنتيني انا شكون وهو شكون مش اليوم باش جات الفرصه انا باش نحكي اليوم هو اليوم انت استغليت غليت الفازه باش ترجع الفازه ما العباد اليوم باش يقول لك باش يستغل الفرصه من استغل فرصه شكرا عبد المجيد ممكن الكلام اللي قاله عبد المجيد قوبنتيني الحقيقة أقوى بياسر اليوم هذا مسؤول معناتها اسمعني لا أسمعني. أنا مش راني على حاجة يا سامي وأنت تعرفني كلمتي يقولها سامحني مروان مروان معناتها أنت والله العظيم طمنتني شوية لأني توا فهمت اللي أنا معناتها توا يزيد يثبت لنا كمال يقول لي أنا مش ناخذ سيرسي هو معناتها والله يا سامي اليوم انا والله اليوم ريت انا الصباح الحقيقه الكلام اللي قالوا اليوم راك تمثل جمعيه كبيره اسمها الترجي شنو باش يقول نهار اخر الجمهور كي يتفرج فيك اليوم اسمع من غطيوش عين الشمس بالغربال اليوم حتى في كلامه في الديكلاراسيون قال لك على قليله خانت ليه وكي تشد لنا اربيتر كيما هذايا والكلام تقال ونسمعناه معناتها فما حد شيء باش يتخبى يظهر لي عيب كبير في العمر هذاك صارت وطلبوا لا ما فيهاش غلطه في العمر هذاك ما يغلطش العبد لا نحكي على سامي نحكي على سامي لا سامي كوتي انا خذيتها نعرفها هذيك ما فيهاش غلطه نحكي على سامي اما كلام وعبد مجد قوبنتيني ما تعرفوش ريتها حتى اليوم انا حتى معناتها تلوج تستغل الفرصه نتاع الرد عليه نتاع الكلام اللي قالوا في الايام اللي فاتت فما حاجه تلمح اليوم سامي حتى كي يخرج يقول لك انا فما كلام تفهمه وتوانسه يفهمه اما الكلام الاخر اللي تقال كلام كبير برشا الحقيقه ما فيهاش حتى اعتذار هذا كمسؤول اليوم وتحامي اليوم انت كمسؤول حاطينك مال اليوم بلا ثقه اليوم باش تعطيهم لك جماهير الترجي ماك اليوم لاعب كبير وعطي ليكزومبل وتحكي وكل شيء فما احترام في التلفزه علاش قسمتها قلت سامي عادي وقوبنتيني مش عادي اسمع اللي شاهد كانك مشيت معناتها بمشاكل شخصيه شويه اللي شاهد ماهيش شخصيه انا ريتها اليوم الفيديو وانا قلت لك فما كلام يتقال سامي كما قالك لطفه شويه اما الاخر راه حاجه ديريكت ريتها انا راه يا